تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفق خطة متكاملة إلى التحول الرقمي في معاملاتها المتعلقة بالسجل التجاري. هذا ما أكد عليه سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تصريح خاص لمركز الأخبار، حيث أشار بأن هذه الخطوة ستسهل استخراج البيانات وتقلل التكلفة، مثمنا بذلك دور المتطوعين في تنفيذ هذه الخطة ونجاحها. أود أن أتقدم بالشكر إلى مجموعة المتطوعين اللي ساهموا معنا في إنجاز مهمتنا في وزارة الصناعة والتجارة. أشكرهم على أول شيء مبادرتهم بالتطوع للعمل في خدمة الوطن ومساعدتهم لنا في القيام بمهام الوزارة. طبعا احنا استعنا بالتطوع في مجالين رئيسيين، واحد في السجل التجاري لأن كان عندنا مشروع طموح لأرشفة جميع السجلات اللي تتعلق بالسجل التجاري أرشفة إلكترونية، وبدينا في هالمشروع من تقريبا قرابة 6 شهور مضت، وفي هالفترة تم نسخ ونقل مئات الآلاف من المستندات تعود لأعوام كثيرة، واليوم لله الحمد بعد هالإنجاز تم أرشفة إلكترونية كاملة للسجل التجاري اللي هو يعد من أكبر المكتبات الورقية اللي عندنا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. طبعا هذه يخدمنا أن احنا نستغني عن المخازن، نستغني عن الورق، من ناحية بيئية هو أفضل، من ناحية العملية أفضل بكثير، لأن باستطاعتنا الحصول على المستندات لو طلب استدعى الأمر أن نرجع لملفات القديمة بصورة سريعة وبكفاءة عالية. فالشكر موصول لهم على جهودهم، على مبادرتهم، على العمل الجبار اللي قاموا فيه. أكثر من 80,000 ملف حمل تاريخ السجلات التجارية في البحرين منذ انطلاقتها في 70ات القرن الماضي، تم تأريخها على يد مجموعة كبيرة من المتطوعين الشباب عملوا وفق خطة مدروسة وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للتحول الإلكتروني وأرشفة كافة السجلات لتوثق من خلالها الحركات التجارية في البحرين في ذلك الوقت. مشروع الأرشفة الإلكترونية الخاص بإدارة تسجيل وزارة الصناعة والتجارة يعتبر مشروع جدا هام للوزارة بشكل عام، وكذلك لأصحاب السجلات التجارية في سرعة توفير المعلومات والحصول عليها. احنا نتكلم عن ملفات تخص السجلات التجارية من تعود إلى 70ات القرن الماضي عندما تم تشكيل وزارة التجارة والزراعة في ذاك الوقت، وكان يقيد في هذه الملفات أرقام السجلات التجارية والمستندات الخاصة فيها. الأهم من ذلك أن احنا وصلنا إلى مرحلة تم فيها التحول الإلكتروني في الوزارة في كثير من الخدمات الموجودة، على رأسها نظام سجلات أكثر من 80,000 ملف لسجلات تجارية في حالات مختلفة كانت نشطة أو غيرها. طبعا الأهم في هذا المشروع أن تم الاستعانة بالطاقات الشبابية لتحقيق هذا المشروع. تم وضع خطة عمل لتنفيذ هذا المشروع بالأهداف وتحديد الفترة الزمنية وتكوين فرق عمل بين موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمتطوعين، وفي خلال هذه الفترة تم تدريب المتطوعين لتنفيذ هذا المشروع وإنجازه. 60 متطوعاً ومتطوعة انضموا للعمل في مشروع الأرشفة الإلكترونية وعملوا على دفعات مختلفة لتحقيق رؤية الحكومة في سرعة التوجه للتحول الرقمي. هذا المشروع نطور مهارات العلمية والعملية، وإن شلون نحافظ على الأشياء القديمة، وشلون وإن علمني إن شلون أتحمل المسؤولية. هذه النقلة النوعية التي قامت بها الوزارة طبقت وفق خطة متكاملة وضعها القائمون للوصول إلى التحول الرقمي لما له من دور كبير في توفير الوقت والجهد على الموظفين، حيث سيكفل المشروع سهولة وسرعة استخراج البيانات والمعلومات المتعلقة بالسجل التجاري من خلال ضغطة زر، بعدما كانت تأخذ فترات طويلة للبحث عنها في الأرشيف والتي تستنزف المساحات وتزيد من تكلفة تخزينها. يأتي مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات التجارية القديمة التي قامت به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ليتولى حفظ الملفات ورفع كفاءة أرشيف السجل التجاري والعلامات التجارية، وذلك لضمان سهولة حفظ المعلومات والحصول عليها في أي وقت،
ما يسهل على المواطنين والشركات إنهاء أعمالهم بسهولة ويسر. حول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.